طيب خليني اروح زي ما قلت لحضراتكم، دكتور هاشم بحري استاذ الطب النفسي في جامعه الازهر يحكي لنا عن الموضوع ده. هل الكلام اللي احنا بنقوله ده هل هو كلام من دماغنا او ولا هو كلام مرسل ولا هو كلام علمي طبي يستحق ان حضراتكم نفكر فيه مع بعض؟ دكتور هاشم ازي حضرتك يا فندم، وسعداء جدا بوجودك معانا على قناه الاهلي. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يعني الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت، والنادي الاهلي دائما خلال الفتره السابقه بيطلع من بطوله يخش في بطوله، المباريات متلاحقه كل 3 ايام او 4 ايام مباراه، سفر كتير جدا، تركيز كبير جدا. هل العامل النفسي بيؤثر بشكل سلبي او ايجابي مع الرياضي او مع كره القدم عموما في النادي الاهلي دلوقتي؟ تمام. يعني هو احنا عندنا لو قسمنا المسؤوليه اللي وقع على اللعيب في حاجتين، في حاجه اسمها القدره على التخطيط وتنفيذ الخطه المطلوبه منه، تمام، ده على المستوى الذهني او العقلي. النقطه الثانيه وهي على المستوى البدني، ده بالنسبه لكل لاعب. وبعد كده في العلاقه بين المدرب واللعيب، دي نقطة تانية مهمة، ازاي اللعيب يكون مصدق المدرب. معلش يا دكتور، بكرة حاجة تيجي يمين أو شمال شوية عشان الصوت بيقطع، بس في حاجات كتيرة جدا بتؤثر على مستوى الفريق. أيوه. هو الملاحظ إنه لو أنا عملت كل ده بس عندي مشكلة في الراحة البدنية، ده بيؤثر بشدة على مستوى الفريق. ايوه فعلا. لانه انا مثلا بفتكر كويس قوي الكلمه اللي قالها بيليه، قال انا اعتزلت على اساس اني رغم اني احرف لعيب، ولكن لو بيني وبين واحد كوره وهو اسرع مني، ما هو هياخدها ويجري طبعا، فمش هينفع. فهي الفكره كلها ان احنا محتاجين ان يبقى في تنسيق ما بين الاربع نقط دول. ايوه فعلا. بحيث ان ما فيش حاجه تقع منهم فتؤثر على نتائج الفريق. ايوه. لكن هنا العامل النفسي بقى بالنسبه للاعيب الكوره وبالنسبه للنادي الاهلي، خروجك من، او يعني طبعا فوزك بالبطوله، لكن خروجك من البطوله الافريقيه وان انت تقفل الملف ده وتخش في الملف الدوري المحلي وكل 3 ايام مباراه، هل من الممكن ان يكون هناك تاثير سلبي من كتر من عامل الارهاق النفسي على اللاعبين، ان انا اركز بشكل كبير قوي في البطوله الافريقيه وبعدين مطالب ان انا اركز في البطوله المحليه بعدها بثلاث اربع ايام اثناء فرحه كبيره والعشره للنادي الاهلي وكذا وكذا وكذا، بالتاثير بيبقى عامل ازاي يا دكتور؟ هو من النادي الاهلي نادي بطولات. ايوه يا فندم. انت اللعيب اللي عندك بيلعب بيبقى عليه ضغط قوي جدا انه لازم يكسب. ايوه. وان التعادل لما بنشوفه قدام اللاعب بيعتبره خساره. يعني التعادل غير مقبول. وبالتالي اللاعب عليه ضغط عنيف جدا من قبل الجمهور ومن قبل النادي ومن قبل المدربين، ان هو ازاي لازم طول الوقت وطول الموسم باعلى كفاءه في الدنيا ولازم يكسب. الاجهاد اللي بيحصل للعيبه من المباريات المتتاليه بيزود عليه الضغط جامد، ما بيلحقش ياخد نفسه. بحيث انه حتى لو في مشكله عنده في اللعبه مع نفسه كمهارات او مع زملائه، هو ما بيلحقش يصححها. ايوه. وبالتالي بيدخل المباراه اللي بعد كده وهو مضغوط عليه ومجهد نفسيا. تمام يا دكتور. كيف يمكن التعامل بقى؟ كيف يمكن التعامل في مثل هذه الظروف؟ بص يا حبيبي، هو احنا عندنا التعامل ده بيبقى على مستويين. ايوه فندم. مستوى اللي مهم جدا اللي هو على المستوى الفردي، في ان انا ازود كفاءه اللاعب فده بيزود الثقه بالنفس عنده. ايوه. لكن مهم جدا حاجه اسمها الجماعه، اللعب الجماعي، لان هي لعبه جماعيه من الاساس. طبعا. اللعب الجماعي وتفاهم الافراد في ارض الملعب بيدي كمان ثقه ضخمه جدا للفريق. وده بقى اللي احنا بنتكلم عليه، انه روح الفانيلا الحمراء. ايوه. ان اللعيب لنفسه هو بيشعر بثقه في نفسه، وكمان بيشعر بثقه في انه اللعيب اللي جنبه سنده. وبالتالي هو هيبقى واثق انه داخل المباراه. ولكن لو كان بقى الضغط النفسي عليه، وازاي يحصل لك اي مشكله في الملعب او تتعادل او تجهد، وده يبقى انت في نظر نفسك ونظر الجمهور
ده في الحقيقه ضغط جامد جدا على اللعيبه، محتاج ان احنا نبني ثقته في نفسه، محتاج ان احنا نبني ثقته في الجماعه، وان اداؤه لازم ياخد في فترات راحه بين المباريات وبعض علشان يحسن من اداؤه لنفسه واداؤه مع المجموعه. انا بشكرك جدا يا دكتور على وجودك معانا، دكتور هاشم بحيري استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر. زي ما حضراتكم شايفين انا مش بتكلم كلام مرسل وبقول اي كلام، ولكن دائما لما بنيجي نتكلم مع حضراتكم بنتكلم بالمنطق والعقل والعلم.